قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فقال: يا غلام هل معك من لبن؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فآذني بشاه. فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل فمسح ضرعها ودعا بالبركة ثم حلب في قعب فشرب ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع: أقلص. فقلص. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط. هذا قبل أن يسلم عبد الله بن مسعود، يعني هذه القصة قبل إسلامه، بل إنها هذه القصة هي سبب إسلامه رضي الله عنه. يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم علي وأنا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، وهذا قبل إسلام عبد الله بن مسعود، قبل أن يسلم. فمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا غلام هل معك من لبن؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: فآذني بشاة. فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل، مثل هذه لا حليب فيها، الجذعة التي لم يمسها الفحل لم تحمل بعد، هذه لا يكون فيها حليب. فأتيته بجذعة لم يمسها الفحل فمسح ضرعها ودعا بالبركة ثم حلب في قعب، يعني قدح من خشب استعمل في شرب اللبن، فشرب ثم ناول أبا بكر فشرب ثم قال للضرع: أقلص. فقلص، يعني رجع إلى حاله الأولى، رجع إلى حاله الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا امتلأ الضرع بالحليب فحلب من عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: أقلص. فقلص، أي رجع إلى الحالة الأولى التي كان عليها. جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أن هذه القصة كانت سببا إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من أوائل من أسلم. جاء عنه رضي الله عنه في الخبر قال: رأيتني سادس ستة في الإسلام، فهو من أوائل رضي الله عنه من أسلم وآمن بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد من هذه القصة أن دلائل النبوة تفيد غير المسلم إن أراد الله به خيرا الدخول في هذا الدين، لأنها آية باهرة عظيمة فتفيده الدخول في هذا الدين، ومر معنا نظائر لهذا. وأيضا المسلم تفيده دلائل النبوة والوقوف عليها زيادة الإيمان، زيادة الإيمان وقوة اليقين والتصديق، لأنه عندما يقف على هذه الدلائل العظيمة لا تزيد إلا إيمانا. نعم.